أكد دكتور ناصر قائدي الرئيس التنفيذي لهيئة البحرين للسياحة والمعارض أن مركز البحرين العالمي للمعارض في منطقة صخير سيعزز موقع مملكة البحرين في ريادة تنظيم أكبر المؤتمرات والمعارض الإقليمية والعالمية باعتباره أحد أكبر وأحدث المراكز على مستوى منطقة الشرق الأوسط، مساهما بذلك في إنجاح أهداف استراتيجية السياحية ضمن خطة التعافي الاقتصادي. وبين الدكتور قائدي أن مركز البحرين العالمي للمعارض سيشكل إضافة نوعية لقاعدة الاستثمارات في المملكة، وسيعظم مساهمة القطاع السياحي في الاقتصاد الوطني، ما سيكون له أثر ملموس على إنعاش سياحة الأعمال.